بطولة احنا الحمد لله فريق رجاء البيضاوي كنشوفوا اليوم مقابلة بروفا تحضيرية للموسم المقبل او مقابلة ديال التدريب. الحمد لله اليوم اللاعبين قدموا اللي عليهم مع شباب مع توليفة ديال الشباب. الحمد لله كنبغيو نوصل الرسالة للمكتب المديري والرئيس صفاته انه هو المكلف انه انتدابات باختصاص المدرب انه جاء على بعد اربع مقابلات في نهايه الموسم وحضر وكيعرف انه مراكز خصاص اللي يقدر يبنيو عليهم فريق الموسم المقبل. خصنا نعطيو جميع الصلاحيات الكافيه نعطيوها للمدرب بحكم ان الفريق لا يمتلك المدير الرياضي وعلى الرئيس انه ينشد المدير الرياضي قادر باش يقدم الاضافه لفريق الرجاء البيضاوي ويدير اعاده الهيكل النادي من كل الجوانب من كل ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كنترجوا لفريق الرجاء البيضاوي ان المدير الرياضي لاعاده الهيكله وتدوير اللاعبين ومركز التكوين اللي غيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم يحاول يفتحوا قنوات التواصل مع لاعبين من جنوب الصحراء ويحاول يكون تيست ان شاء الله بدني وتقني وفني واللاعبين اللي يقدر كبير المسؤوليه يحاولوا يحتفظوا بهم التكوين ان شاء الله الرحمن الرحيم واللي غيقدم الاضافه وقادر في الاستطاعه ديالو الموسم المقبل والموسم القادمه باش يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم ضمن نادي البيضاوي توليفة ديال نادي الرجاء البيضاوي والبقية يتم التسويق ديالهم اوروبيا وخليجيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما بالنسبة لنا احنا كجماعة الرجاء البيضاوي قدر الله ما شاء فعل كنا كنطمحوا باش يكون موسم استثنائي نفوزوا بالبطولة والشامبيونز ليغ قدر الله ما شاء فعل معنا غير نساندوا اللاعبين ونوقفوا معاهم باش الموسم المقبل يكون فريق مثالي فريق قوي قادر باش يلعب على البطولة وكأس العرش ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي كنتمناه وديما ديما رجاء. بالنسبة لنا احنا كفريق جمهور فريق الرجاء البيضاوي كنتفرجوا فريق الرجاء البيضاوي وكنشوف هذه الاحتفالية ديال فريق الرجاء البيضاوي ماشي حنت الجيش فاجت باللقب ولكن بالفوز فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى ان هاد البريباراسيون ديال انها تكون في كأس العرش ونقضوا الموسم بشي تيتر ديال هاد الموسم هذا. اليوم هاد المقابلة عرفت تفوق الرجاء الرياضي على جديدة بفارق هدف لصفر. المقابلة عرفت حضور جماهيري كبير ولعبوا مزيان لعبوا مزيان واستاهلوا الفوز وحسن سطح. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.